لا سياحة مفرطة بعد الآن، تجربة أولى عالمياً في البندقية. أخبار الصباح ينقل لكم الصورة. هذه المرة إلى البندقية، تلك المدينة الإيطالية الرائعة. المدينة باتت ضحية جذبها للسياح، ارتفعت نسبة زوار المدينة إلى الضعف تقريباً خلال السنوات العشر الأخيرة. لذلك تم تفكير في حل للحد من موجات السياحة المفرطة في المدينة. هذا الحل سيبدأ تطبيقه من اليوم، تجربة لأول مرة تحدث على مستوى العالم بداية من اليوم. سيتم فرض ضريبة 5 يورو على زيارات اليوم الواحد. ليث بذاري هناك وسيطلعنا على القصة. لم يعد التمتع بزيارة هذه المدينة العائمة مجاناً ابتداء من هذا الأسبوع، إذ تفرض بلدية البندقية ضريبة قدرها 5 يوروهات على السياح الذين يأتون ليوم واحد لزيارة هذه المدينة الإيطالية التي تعاني الكثير جراء موجات السياحة الجماعية. الهدف الرئيسي من هذا الإجراء الذي أقره مجلس بلدية البندقية العام الفائت هو تنيو الزائرين الوافدين ليوم واحد عن المساهمة في ازدحام هذه المدينة التاريخية التي تعد تحفة معمارية بجسورها وقصورها وقنواتها. كما صرح رئيس البلدية اليميني لويجي بورغانو بأن هذه الخطوة أولية وتجريبية، واعدا بأن نظام دفع تلك الضريبة السياحية سيكون سهل الاستخدام. يأتي هذا الإجراء في وقت أوسط منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في نهاية يوليو الماضي بوضع مدينة البندقية على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، معتبرة أن إيطاليا لم تتخذ حتى الآن إجراءات كافية لحماية التدهور العمراني لهذه المدينة العائمة، وأن تأثيرات تغير المناخ والسياحة الجماعية تهدد بأحداث كوارث لا رجعة فيها في القيمة العالمية الاستثنائية لهذه المدينة. ليث بزاري، العربية، مدينة البندقية، إيطاليا.